اهلا بيكم اعزائي مشاهدي ومتابعي جريده الوطن في كل مكان. في خدمه اخباريه جديده على شاشه تلفزيون الوطن. التعليم بتؤكد عدم الغاء اي اجزاء من المناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وده بالتزامن مع بدايه الترم الثاني للعام الدراسي 2022-2023. شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم قال إن الفترة الحالية الوزارة بتشهد كم كبير للغاية من الشائعات على السوشيال ميديا، وبنحاول الرد عليها حتى لا يتم إرباك أولياء الأمور من خلال بيان للرد على بعض الشائعات، وما فيش أي إلغاء لأي أجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي. كمان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن الكتب الخاصة بالترم الثاني لمناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيتم تسليمها بشكل جديد بعد التعديلات حتى تكون المناهج متزامنة مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ولا تخل بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى. كمان المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم قال إن هناك تعديلات للمناهج عشان تقدر ان هي تكون مناسبة مع الطلاب، وان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بيتابع الرأي العام وشكاوى اولياء الامور، لا سيما انه سيتم تسليم المناهج للطلاب بشكل كامل، وانه تعديل على المناهج وليس حذف دون اخلال بالمنهج. علشان نعرف تفاصيل اكتر معكم عبر الهاتف توفيق شعبان متخصص في شؤون التعليم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا استاذ عيد. عايزين نعرف من حضرتك ايه هي حقيقه الغاء بعض اجزاء من المناهج للصفين الرابع والخامس الابتدائي خلال الترم الثاني. خليني اقول لك في البدايه ان اصلا ما فيش قرار رسمي من قبل وزاره التربيه والتعليم بحذف اي اجزاء من مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي. طبعا هو ما فيش حذف، ولكن الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم اكد على ادخال بعض التعديلات على المناهج لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي، كمان دلوقتي بيتم ادخال بعض التعديلات قبل تسليم الكتب للطلاب مع بدايه الفصل الدراسي الثاني اللي هيبدا في الاول من فبراير المقبل. تمام، يعني النقطه اللي بناكد عليها ان مفيش اي الغاء من اجزاء المناهج، ولكن هي تعديلات فقط في المناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، صح؟ بالظبط بالظبط. تمام، طب عايزين نعرف استاذ توفيق ايه الاسباب الحقيقيه وراء ادخال تعديلات على مناهج الصفين الرابعه والخامسه ابتدائي؟ خليني اقول لك ان الاسباب الحقيقيه وراء تعديل مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الرابع والابتدائي لتكون متزامنه مع الخريطه الزمنيه للعام الدراسي الحالي دون الخلل بنواتج التعلم. يعني الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم اكد على ادخال التعديلات على جميع مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، ودي مناهج الفصل الدراسي الثاني. تمام، ولكن مش هيكون هناك اي خلل بنواتج التعلم، لان جميع المناهج الدراسيه للصف الرابع والخامس بتعتمد على نواتج التعلم وبتقيس الفهم وبعيده عن الحفظ والحشو والتلقين. كمان خليني اقول لك ان والسبب الحقيقي وراء التعديل هو انها تكون متزامنه مع الخريطه الزمنيه للعام الدراسي. طبعا حضرتك عارفه ان الوزير كان ادخل بعض التعديلات على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات تم تقديمها، فالتعديلات دي هتتعامل على مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الرابع والخامس علشان تكون مواظبه لعدد الايام المتاحه في الفصل الدراسي الثاني دون الاخلال بنواتج التعلم والتركيز اكبر على المفاهيم الكبرى لدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي. تمام، شكرا جدا استاذ توفيق شعبان المتخصص في شؤون التعليم، بنشكر حضرتك. زي ما سمعنا حضراتكم ان مفيش اي الغاء من قبل وزاره التربيه والتعليم في مناهج الفصل الدراسي الثاني للسنه رابعه وخمسه ابتدائي، ولكن هو في تعديلات بسيطه في المنهج طبعا بتتوافق مع يعني الطلبه وقدراتهم. طبعا لحد هنا تكون نشرتنا الاخباريه انتهت، متابعين معاكم في كل تطورات بتحصل على الساحه. شكرا جدا لمتابعتكم موقع جريده الوطن.